إحداث جائزة الإمارات الدولية. في إضافة جديدة للمشهد الثقافي الإماراتي، أعلن في العام 2014 عن إطلاق جائزة الإمارات للرواية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبالتعاون مع 2454. وتهدف الجائزة إلى تقديم ودعم المواهب الأدبية الإماراتية وتسليط الضوء على الثقافة الأدبية في المجتمع الإماراتي وتثقيفه حول أهمية القراءة والكتابة في الوقت الذي يفوق فيه عدد دور النشر في الإمارات 100 دار، وتطبع سنوياً المئات من الأعمال الأدبية الإماراتية.